سوريا بوابة التاريخ. فيها اكتشفت الإنسانية زراعة القمح، فيها نمت أشجار وأثمرت، وما زالت فيها أشجار نخيل ورمان، كروم أعناب وأشجار لوز، غابات بطم وسنديان وغيرها كثير. هي أرض تين وزيتون، أشجاره ما زالت تعبق برونق القدم. سوريا ترعرعت فيها وتوالت عليها منذ الأزمان الغابرة حضارات متنوعة، اندثر بعضها وبقيت آثار الأخرى شامخة شاهدة على أزمان تنقضي وحقيقة ثابتة مستمرة لم يتغير عطاؤها. حقيقة هي أساس الأمن في كل حضارة، الزراعة. الجمهورية العربية السورية 22 مليون نسمة، 18 مليوناً و500 ألف هكتار، أكثر من ثلثها أراض قابلة للزراعة، وأكثر من النصف مروج ومراع وغابات. جنة من جنان الله وهبها لأرض الإنسان. تتمتع سوريا بوجود مناطق مناخية وطبيعة جغرافية وتضاريس متباينة ومختلفة تساعد على إنتاج ملايين الأطنان من أصناف المنتجات الزراعية بأنواعها النباتية والحيوانية، وعلى توفير منتجات متعددة ووفيرة على مدار السنة. ففي سوريا الفصول الأربعة متميزة: خريف حنون باعتداله، وشتاء قاس ببرده وأمطاره وثلوجه، وربيع طلق يختال ضاحكا من حسنه، وصيف بشمسه الساطعة وحره. وفي سوريا الجبال العالية، أشجارها وأحراجها ومواشيها، وفيها السهول المديدة، حبوبها وأشجارها، بقولها وخضارها، مختلف محاصيلها ومختلف أنعامها. وفي سوريا البادية، مراعيها ومواشيها، وفيها البحر بأسماكه، والساحل بثماره وخضاره وجمال ربوعه. القطاع الزراعي هو أهم قطاع اقتصادي في سوريا، إنه مصدر قوتها وصمام أمنها الغذائي. يوفر مواد أولية للصناعات الغذائية والتحويلية، ويساهم في استيعاب حوالي ثلث قوة العمل الوطنية وتعمير الناتج المحلي الإجمالي وصادرات الميزان التجارية بحوالي الربع. والزراعات في سوريا إما بعلية أو مروية. تشغل الزراعات البعلية حوالي 70% من الأراضي المزروعة، وتتوزع على 5 مناطق مطرية تختلف بحسب كميات الأمطار، وتبرز بينها المحاصيل بأنواعها وبعض الأشجار المثمرة
والنباتات الرعوية التي تعيش عليها مواشي تميزت بها هذه المنطقة من العالم منذ أقدم الأزمنة. أما الزراعات المروية فتطبق في زهاء 30% من مجموع الأراضي المزروعة، والتي تصل مساحتها إلى حوالي 4.5 مليون هكتار، وهي تعتمد على المياه الجوفية ومصادر المياه الطبيعية مثل الينابيع والأنهار التي رزقت بها هذه البلاد. ومن أهم الأنهار التي تروي أراضي القطر والتي شاركت بصنع تاريخ هذا البلد الفرات والعاصي وبردة. جرى وصفق يلقانا بها بردة، كما تلقاك دون الخلد رضوان. هناك أيضا بحيرات طبيعية وبحيرات اصطناعية حديثة واسعة جدا، كبحيرة الأسد على نهر الفرات. وهناك أيضا سدود كثيرة تزيد عن 150 سدا، منها ما بني قديما وبني أكثرها حديثا، مواكبة لخطط التنمية الريفية الواسعة التي تطبق في البلاد. ومن أهم السدود الحديثة سد الفرات وسد الرستن. لقد تطور الإنتاج الزراعي في سوريا بشكل واضح خلال العقود القليلة الماضية، وأدى ذلك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات، مع توفر فوائد تصديرية مهمة في العديد منها، كمحاصيل القمح والبقوليات الغذائية والقطن والخضار والفواكه والزيتون وزيت الزيتون وجزء هام من المنتجات الحيوانية. كما خضعت سياسات التسويق الزراعي لمجموعة من التطورات، فالقطاع العام يقتصر الآن على تسويق وتصنيع المحاصيل الاستراتيجية الأساسية كالقمح والقطن والشوندر السكري والتبغ، بينما أصبح معظم الاستثمار في القطاع الزراعي استثماراً خاصاً فتحت له أبواب التسويق والتصنيع والتصدير وتوفير المستلزمات الزراعية المختلفة. والحقيقة أن السياسات الزراعية في سوريا أصبحت تواكب توجهات الزراعة الحديثة من جهة، والاحتياجات التي يفرضها التغير المناخي وتعاقب دورات الجفاف من جهة أخرى. من هنا العمل على تعديل الدورات الزراعية وتراكيبها المحصولية، وذلك وفق خارطة تحدد عليها منتجات زراعية تحقق الأمن الغذائي وتوفر فوائد قابلة للتصدير بالمواصفات القياسية العالمية، كما تحقق كفاءة الإنتاجية واستدامة الموارد الطبيعية وسلامة البيئة. لقد تأثرت الموارد الطبيعية في سوريا بأزمات الجفاف المتعاقبة وبالاستثمار الجائر للمياه والتربة، كما إن الإنتاج الزراعي يتأثر على الدوام بتذبذب الظروف الجوية. لكن الله الذي حبى هذه البلاد بالخير على مر العصور ساعدها على الصمود وتخطي التحديات. فسوريا التي أصبحت تعاني من عجز في الموارد المائية يقدر بأكثر من 3 مليارات متر مكعب سنوياً، ما زالت تتمتع بموارد تناهز 60 مليار متر مكعب سنوياً، تضمن الأمطار منها أكثر من 40 مليار متر مكعب. كما أن صندوق التحول نحو الري الحديث رصد 53 مليار ليرة سورية لتمويل عمليات يتوقع لها أن توفر زهاء نصف كميات مياه الري التي تستهلك الآن حوالي 90% من الموارد المائية. وسوريا التي أصيبت مراعي بواديها بالتدهور تمكنت مؤخراً من استصلاح مساحات كبيرة من المراعي، ويكفي أن نقول إن مساحات صغيرة فقط من المواقع المحسنة ضمنت خلال الأعوام السابقة أعلافاً طبيعية يقدر ثمنها بأكثر من 3 مليارات ليرة سورية. تمكنت سوريا أيضاً من استصلاح مئات آلاف الهكتارات من الأراضي البركانية المحجرة، والتي تم زرعها جميعاً بالمحاصيل والأشجار المثمرة،
وبشكل أهل سوريا لأن تحتل مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في إنتاج أفضل أنواع الزيتون وزيت الزيتون. بدأت سوريا أيضاً بإقامة مشاريع التنمية الريفية المتكاملة التي يتكاتف الإنتاج الزراعي فيها مع الصناعات الزراعية والغذائية والخدمات السياحية والاقتصادية المختلفة. تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الزراعي بهدف تطويره وزيادة كفاءته. وقد عملت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وبالتعاون مع الهيئات البحثية العربية والدولية على إنتاج واعتماد أصناف عالية الإنتاج من القمح والشعير والعدس والقطن، وكذلك على تحسين إنتاجية ونوعية الزيتون وزيت الزيتون واللوزيات والفستق الحلبي والحمضيات. وفي مجال الثروة الحيوانية اهتمت الهيئة بإنتاج وتوزيع سلالات محسنة من أغنام العواس والماعز الشامي والبقر الشامي التي يزداد الطلب على استهلاكها نظراً لمواصفاتها الجيدة المتميزة. إن سوريا تفخر بأنها تستضيف على أراضيها كلاً من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد والمركز الدولي لبحوث المناطق الجافة إكاردا، وتتعاون وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع كلا المركزين ومع كثير من المنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي. لقد أصبح للإرشاد الزراعي دور مميز في نشر المعطيات العلمية الجديدة والتقانات الحديثة بين المزارعين ومساعدتهم على تبنيهم لها وعلى تطوير إنتاجهم، وهو يقدم هذه الخدمات مجاناً وذلك من خلال شبكة من الوحدات الإرشادية تغطي أنحاء سوريا ويبلغ عددها 1085 وحدة إرشادية زراعية، منها 103 وحدات داعمة تقوم بتنفيذ الفعاليات والبرامج الإرشادية المتنوعة وتساهم بزيادة وعي النساء الريفيات وتمكينهن وزيادة دورهن في رفع دخل الأسر الريفية، خاصة وأن حوالي نصف عدد النساء العاملات في القطر يشتغلن في القطاع الزراعي. وهناك دور مهم أيضاً لقطاع التدريب والتأهيل المهني، كما تعمل الوزارة على تنفيذ البرامج الشاملة لوقاية المزروعات وحمايتها من الإصابات الحشرية والمرضية، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وسلامة الإنسان. وأولت الوزارة كذلك اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية الريفية، فأنشأت الطرق الزراعية والغابات الاصطناعية، وعملت كذلك على استصلاح الأراضي والحفاظ على التنوع الحيوي والبيولوجي وحماية الغابات الطبيعية. أولت الوزارة أيضاً اهتماماً خاصاً بالثروة الحيوانية من خلال المحافظة على السلالات المحلية وتوفير الأدوية واللقاحات وإنشاء شبكة من المستوصفات والمراكز البيطرية وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الأدوية واللقاحات أو استيرادها بشكل يضمن حماية الثروة الحيوانية وتطويرها. وهناك في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديريات متخصصة أخرى كثيرة تهدف جميعها إلى الارتقاء بالزراعة السورية لتبقى قادرة على تحقيق أمن غذائي دائم ولتساهم في زيادة الدخل القومي وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي ورغد العيش لكل أفراد الشعب السوري، ولتكون سوريا في مقدمة الدول التي تساهم في ملء سلة الغذاء العالمي. لتنتج سوريا من كل زوج بهيج. لتبقى سوريا جنة من جنان الله على أرض الإنسان. ولتصبح بوابة المستقبل كما كانت بوابة التاريخ. الزراعة أمن الإنسانية وأمانها. مستقبل الرغد والرخاء لكل الناس.